السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا نطلب العلم؟ وأي علم نطلب؟ وما الفائدة من طلب العلم؟ هذا ما سوف أجيب عليه في هذا المقطع اليسير، فأرجو المتابعة. إذن نطلب العلم لأن الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما. وأمرنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بطلب العلم، فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن لهذا ولغيره نطلب العلم. ما العلم الذي يطلب؟ سأبين بعد قليل. إذن العلم الذي ينبغي علي أن أطلبه هو العلم الذي لا يسعني أن أجهله، وهو ما يتعلق بأمور العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. فيجب علي كمسلم أن أعرف ربي وأن أعرف ديني وأن أعرف نبيي معرفة صحيحة، فيعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويعرف سبحانه وتعالى بألوهيته وبربوبيته، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته العظيمة، ولا بد لي من أن أتبعه مخلصا لله عز وجل، فأفعل كما كان يفعل، ألتزم هديه، ألزم غرسه صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده وأهل العلم الذين ساروا على نفس هذا الطريق. وينبغي علي أن أتعلم العبادات التي شرعها الله عز وجل في كتابه العزيز العظيم المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك علي أن أتعلم ما جاء في السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتعلم هذا وذاك كي أعبد الله عز وجل على بصيرة. فالعمل لابد أن يكون كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أهل العلم: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا وما كان صوابا، ما كان خالصا لله عز وجل وما كان صوابا أي على السنة. إذن خالصا وصوابا، إخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتعلم العبادات: صلاة، صيام، حج، عمرة، بيع، شراء، كل هذه الأشياء. فدخلنا الآن في المعاملات أيضا كالبيع والشراء والزواج والطلاق وغير ذلك من الأمور التي ينبغي علي أن أطبق شرع الله عز وجل عليها في تعاملاتي أنا، حتى أكون قد التزمت هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل ذلك ما أمرني الله عز وجل به في كتابه العزيز الحكيم. أيضا الأخلاق، علي أن أتخلق بالأخلاق الإسلامية العظيمة في أقوالي وأفعالي وأحوالي، وأكون قدوة ونموذجا على قدر الاستطاعة والوسع. أيضا علي أن ألتزم بالمعاملات الصحيحة، ألتزم بالمعاملات الصحيحة التي من شأنها أن تنجي صاحبها وأن تبعده كل البعد عن الخطأ والزلل. إذن العلم مهم للمسلم، لا ليحاضر ويتكلم ويشرح وينصح، ولكن أولا كي ينجو بنفسه ويعلم نفسه كيف يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة، كيف ينجو بإذن الله عز وجل من عذاب الله سبحانه وبحمده، كيف يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقبل عمله منه بإذن الله عز وجل. وإن تيسر للعبد المسلم أن يحاضر، أن يتكلم، أن ينصح، أن يشرح، فيفعل ذلك واضعا نصب عينيه قول النبي صلى الله قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالتناصح مطلوب. والآية العظيمة الكريمة والتي أختم بها: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والاتباع وحسن التوبة والأوبة وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى، وأن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين الخير والسعادة في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.